ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على عنصرين مما يعرف بتنظيم الدولة كانا يقومان بنقل العبوات الناسفة وتفجيرها في كركوك شمالي العاصمة. وكشفت وزارة الدفاع عن أبرز التفجيرات التي نفذها المسلحون، وهي تفجير عبوة ناسفة داخل مدينة كركوك في منطقة رأس الجسر. بقاء في العراق، حيث تظاهر مواطنون في مدينة كربلاء احتجاجا على التدخل الأجنبي في بلادهم، كما ورفض المحتجون أيضا إمكانية إعادة تكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء. هذا وتستمر الاحتجاجات في كافة أو في معظم المدن العراقية احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية. اللي هو إعادة ترشيح عادل عبد المهدي، هذا الأمر مرفوض شعبيا أكاديميا من كافة شرائح المجتمع، وخصوصا الشريحة الطلابية التي كانت عمودا لهذه الثورة.